المختص في علم النفس التربوي. صباحك سعيد سيد ربح الوصيف. إذا من يستمع للتصريحات وطبعا ما نظمته وزارة التربية عندما أكدت على نقطتين ربما تعرفها المدرسة الجزائرية، نددت بالعنف من طرف الأساتذة بعض الأساتذة ووضعته في نفس الخانة مع الدروس الخصوصية. اليوم هل تعتقدون بأننا سنشهد تغيير بعد هذه الرسالة التي قدمتها وزارة التربية؟ شكرا صباح النور. طبعا هاجر كنت في استماع للكلمة لكن إسقاطات كما تفضلت الآن في الواقع أكيد أن لو نسمع هذه الكلمة هي عبارة على خطة عمل هي لهذه السنة. من المفروض أننا نشوف على الأقل تململ في هذه الأشهر الأولى تغيير، لأن التغيير لا يمكن أن يكون هكا فجأة، لكن على الأقل تململ عندك ليك في البداية نشوفوا هذه الشهر هذا والشهر القادم من خلال خاصة في الثلاثي الأول نشوفوا فيه نوع من تململ. ما نقولش تغيير حتى لا أختي، نقول عندك ليك يبان على في المؤسسات التربوية، لكن ليس بالسهل بالأمر السهل أنك تغير هذه الأشياء في لحظة. إذا كنت يعني التغيير في حد ذاته لا يأتي بمجرد الحديث إلا إذا كانت هناك أطر معينة كقوانين محددة على غرار استخدام العنف بين قوسين الضرب داخل المؤسسات التربوية. بالضبط، شوف وهذا يجرنا الحديث أولا هنا الأستاذ الكف اللي كانت فضلت به السيدة الوزيرة، ولكن أنا حبيت نقول أنا دائما نقول أستاذ، نستعمل كلمة الأستاذ أو المعلم المهني أو الحير المحترف نونسينيون بروفيسيونيل بالمحترف، يعني هذاك يعرف ما هي الإتيك أولا أخلاقية المهنة، يعرف كيف يتعامل مع الطفل، يتعامل مع المراقبة، يوصلش إلى العنف لما يعرف. ثانيا أن لما المؤسسة التربوية تتعامل مع جمعية أولياء التلاميذ كشريك داخل المؤسسة التربوية كذلك، موش نقول أن هذا الأولياء يجيو غير يشكيو قال هذا ولدي والمعلم يقول له هذا تلميذي، نقول لا أنا الزوج نخدمه على من أجل هذا الطفل هو ابنك وهو تلميذي في المؤسسة، الاثنين نعملوا مع بعض. ثانيا أننا لما نتكلم على العنف، العنف هو البرنامج في حد ذاته يدفع الأستاذ للضغط من عنده، يدفع إلى أنه في بعض الأحيان يفقد الأعصاب تاعه. خليني أنا مش قاعد أنا من هاتي من برارش، لكن نقول الضغط اللي يعيشه الأستاذ والمعلم حتى في المؤسسة التعليمية في حد ذاتها، ثم الطالب في حد ذاته هو اللي يقدر يمارس العنف فيما بينهم، وأنه حتى يقلق الأستاذ بطريقة أو بأخرى. فإحنا نقوله باش يكون هكا العلاقة، علاقة الأستاذ بالطالب تكون ولما بالتلميذ تكون جيدة، لازم نعرف من هو التلميذ والتكوين تاعي، وهي تفضلت بالتكوين أن نربطها بالتكوين المستجدات. احنا نقول لك أنا نقولها ومتأكد منها وكل يعرفها، أن جل الأساتذة تاعنا والمعلمين لا يعرفون معنى كلمة التربية، المعنى الحقيقي للتربية، ولا يعرفون أهم مبادئ الأساسية النفسية للطالب. أنا نقول لك مثلا حتى يفهمني المشاهد الكريم، لما الأستاذ يبدأ يمشي مع الطالب ويحب يساعده، لما يساعده بزاف يولي يشوف فيه هو السند النفسي، وهذا اسمه هنا لو ترونسفير. فنخطأ نقول له لازم نعلم ونقول له كي تحب ديروا مع الجماعة. أنا عطيت مثال حتى يفهمنا المشاهد فهمنا الجميع. فهذه إسقاطات كما تفضلت، لازم أطر، لازم قواعد، لازم قوانين، مش قانون لازم يخرج القانون، لا أطر معينة كما تفضلت سامت الكلمة بحال الكادر بهذه الترمينة لهذا الأستاذ لهذا الطالب والمؤسسة والإدارة التربوية. وأنا دائما أصر على كلمة لادمينستراسيون إيديوكاتيف الإدارة التربوية. نجي النقطة الثانية برك هنا تحت جملة الحديث، سمعت السيدة الوزيرة تقول على مستجدات. فعلا المستجدات تجي عن طريق التكوين المستمر، التكوين مش مع المفتش فقط، لأن المفتش في حد ذاته يبقى لهم في الروتين، التكوين الشخصي يعني هي فتحت مجاله في كل مرة تحدثت عنها نقطة فيما سبق، أنه مبادرة الأستاذ في حد ذاته خارج المؤسسة، يعني اليوم اطلاعوا على شبكة الأنترنت، اطلاعوا على آخر المستجدات البيداغوجية كما أشارت. لا هذيك الطلاع حاجة، شو أنا بك نعطيك مثال، أنا الآن نطلع في الإنترنت على مرض معين في الطب، لكن لا أفقه في الطب، نحتاج إلى شخص على الأقل يعطيني مفاتيح باش نفهم، على الأقل نتثقف في مرض في الطب. فأنا لما نقرأ في الإنترنت قادر نعطي لها تأويل، لكن لما أنا
نقراها وتجيني شخص مثلا محاضره او ديزاتولي من حين لذلك ما نبقاش يرجع داك المفتش الضروبي حوايج بيتي يدور هكا ندوى ونتلاقاو ومن بعد نروح نروح. وكاين عندنا تقنيات قال نروح ندير لوتوسكوبي عندنا مثلا قال هذه اقرا وهذه ونديروا ميزو بوان اقرانا هذيك الفقره واش تشوفوا فيها هذا مشكله كيف نعالجوه يعني نغير طرق التكوين تاعنا وهنا مستجدات تكون جديده. أكيد أكيد. وهناك نقطة تتعلق بدروس الخصوصية، يعني حطتها وزارة التربية الوطنية في نفس مرتبة عندما أشارت إلى نبذ العنف من طرف الأستاذ، ربطته كذلك بدروس الخصوصية في إشارة إلى خطورة الظاهرة. والله انت تعرفيني بلي انا ضد الدروس الخصوصيه خاصه اننا نستغلها فقط يعني حتى نكون واضح. معنى الدروس الخصوصي واش معناه؟ هما نش نديروا في الدروس الخصوصيه المشكله اننا نديروا في استدراك للدروس حتى نكون واضح. اي مدرسه موازيه لمدرسه حتى نكون واضحين فيها ما نخبيوهاش. سي نيكول اون بارال دي نوتر ايكول. فهذه تنعتلي باللي كي يدير الاولاد كل يوم ويروحوا يديروا دروس خصوصيه معناها كاينه لا فايت دو ليكول يعني المدرسه المؤسسه تاعنا اللي رانا فاتحينها ما تاديش دورها ما عند اي فارغه. هذا هو المعنى. هذا تخوف كبير يعني اكيد وضغط نفسي وندرب الطفل. شوفي انت اكيد تشوفي في المحيط تاعك تشوفي ان هذا الطالب عاد سنه اولى يدير دروس خصوصيه سبحان الله. فهذا واش يحس؟ يحس انه لو كان ما يديرش دروس خصوصيه ما ينجحش. فقد الثقه في نفسه فقد الثقه في المؤسسه التعليميه الرسميه وصبح يثق في الدرس اللي ما يسمى انترغيومي خصوصي هو في الواقع هو استدراكي. أكيد. هذا هو الخطوره تكمن هنا. فهو اصعب من العنف في المؤسسه. المؤسسه العنف نقدروا نسيطروا عليه نقدروا نراقبوا نقدروا مع الاستاذ ندربوه لكن دروس الخصوصيه لما تزيد اكثر. وعلى انا كل مره نقولوا السنه النهائيه لما الاولاد يغيبوا بزاف نحسبوا لهم عدد الساعات. والله تحت اشكال اخر سيد ربح الوصيف لانه هذا السنه ربما الاشكال انه ربما قد يظلم بعض التلاميذ بسبب يعني هذه الغيابات. وانت اشرت الى ضروره الصرامه انه بالنسبه للتلاميذ الذين سيطردون بسبب كثرة الغيابات بعد إعادتهم لسنة واحدة بالبكالوريا. ربما هذا هو ملف النقاش هذه الأيام أنه إجراء من أجل أنا فعلا كلي تدخل في هذا الجانب. لكن حبيت نقول ان الابناء تاعنا هادو ما في البدايه تعودوا خليناهم تعودوا. كان من المفروض اننا نعطي لهم تنبيه قال شوف السنه اللي ما يحضرش مني ما يحضرش هاو كيف يكون المصير تاعو. ما احنا خليناهم تعودوا اصبحت عاده في ذهنه خلاص او اللي قبلي هكا اللي قبلي. لكن انا ما قدرتش نجي نوقف طول على الاقل نعطي له تنبيه نقول له تكون السنه هذه تنظير الى قانون النظام الداخلي تاع المؤسسه اللي ما يغيب وما يجيش راهو يروح. انا نضيف اكثر ما نضيف حاجه اخرى. قال لي ما يديرش عدد الساعات في الثانويه 400 ساعه في الثانويه ما يقدرش يجوز شهاده البكالوريا خلاص. عندي فولي مورير سيلوي كي نو ريسبكترا با هاد لو فولي مورير ان باسرا با لو باك نورمال نعطيلك شان السيده علاه لانك راني عطيتك تنبيه في البدايه. هكا راح نعاودوا نقلبوا الابناء تاعنا للمؤسسه التعليميه والاداره تخدم بالسيف حتى ولو كانت تعودت تعاود تولي الاداره التربويه في السيف. تعاود الاستاذ هذا كيولي يخدم طبعا وحنا بكون نولي ونعيش ونولي بالعكس نشوفوا المجموعه تاع ثانويه تتنافس مع مجموعه ثانويه اخرى شكون يدي عدد البكالوريا اكثر. أكيد أكيد وصلت الفكرة على كل. سيد ربح الوصيف المختص في علم النفس التربوي جزيل الشكر لك على هذه المكالمة وعلى هذا التوضيح. نبقى